C'est un État à deux régimes. Un régime apparent et un régime réel. اللي هما المافيا اللي تحكم في تونس. وأمانة على يقين منه أيضا أنكم وطنيين. إنه كل ما اشتدت الأزمة الاقتصادية كل ما مرابح البنوك دخلت المستويات خيالية. مش معنى يتوافقوا، معنى يتوافقوا ضد المواطن ولا يتوافقوا ضد الدولة. حافظ على استقلال وغلطوني أحيانا. بورقيبة غلط، غلط في شخص. كذلك وهذا مهم، محاكمة كل الذين شاركوا في نهب المال العام، هذه العائلات المفلوسية.